محمد التركي يتحدث عن موعد خروج طليقته دنيا بطمة من السجن ويثير الجدل. تابعوا التفاصيل. روح شك مويل جري راح تطلع. تصريحات الترك طرحت العديد من التساؤلات بين متابعيه على حسابه الشخصي، بين من كذب الخبر وبين من اعتبره عاديا، لأنه من الممكن أن تستفيد من العفو بمناسبة عيد الأضحى. لكن المثير للاهتمام هو طريقة حديث البحريني، وكأنه متيقن من الخبر، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول تدخله في القضاء، رغم أنه أصلا متابع فيه، أم أنه يتهكم ويتوقع ذلك، خاصة بعدما راجت أخبار تفيد تقديم المغني لطلب العفو، وربما قد يدرج بمناسبة عيد الأضحى. وبين هذا وذاك، يستبعد خبراء القانون إمكانية استفادة دنيا بطمة من العفو كما حدث مع معتقلين سابقين في الملف، لأن الأمر لا يتعلق بالحق العام فقط، بل يتجاوزه إلى أشخاص تضرروا كثيرا جراء نشر حياتهم الخاصة للعموم، مما يعني أن العفو قد يضر بأشخاص كثر، وهو ما لن يحدث. في خرجة مباشرة عبر حسابه الشخصي بتطبيق تيك توك، تناقلتها العديد من صفحات التواصل الاجتماعي، لمح محمد الترك إلى قرب خروج دنيا من السجن، رغم أنها قضت فقط 4 شهور من مدة الحكم الصادر في حقها. وقال الترك في خرجته: واحدة وحشتكم، راح تخرج قريبا، بعد 12 يوم ستتأكدون من الخبر، متأكد 100%. وأضاف طليق دنيا بطمة: أنا ما أتكلم إلا وأنا واثق من كلامي، كانت مسافرة سويسرا جاها عفو. تابعوا الفيديو. تقريبا بعد 12 يوم متأكد 100%. شوف شلون 100%، أنا ما أتكلم إلا لما أنا واثق من اللي أقوله. هي جاها عفو، راح تطلع مو راح ترجع. إنزين مالكم شغل انتظار. إي وصلنا الخبر، قولوا لك تركي وصل لك الخبر حاصل.